اليوم هذا يوم تاريخي، هاي المسيرة المليونية اللي كتشوفوا من جميع مكونات الشعب المغربي اللي خرجوا اليوم للتنديد بهذا التصريح ديال بان كي مون، واللي خرج عن كل الموضوعية وخرج عن الحياد وورط نفسه وورط حتى الأمم المتحدة للأسف. وكتشوفوا هذا الشعب المغربي كله اليوم وراء جلالة الملك من طنجة إلى القويرة للتنديد بهذا الموقف، وللتأكيد بأنه مغربية الصحراء لا الجدال فيها ولا نقاش فيها. وفي الأخير عاش جلالة الملك، عاش جلالة الملك أيد الله ونصره، وعاش المغرب موحد من طنجة إلى القويرة، والصحراء مغربية وستبقى مغربية إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم كما تتابعون هذه مسيرة مليونية اللي تندد تصريحات بان كي مون، تصريحات اللي هي للأسف غير موضوعية وبعيدة كل البعد عن الواقع. الواقع ده هو يرى عيبان، الحمد لله أن الشعب مرتبط صغيره كبيره وجميع أشكال الفئات المغرب الحمد لله. فيما يخص كيف ما قلنا بأن هذا ما جاء اعتباطي، وإنما جاء حصد للمغرب ليعرف الحمد لله تنمية كبيرة في الأقاليم الجنوبية ولا في الأقاليم الشمالية. كذلك جاء نتيجة أمور اللي حصدنا عليها الجزائر جيراننا للأسف، اللي ما بغاو يفهموا روسهم إلى حد الآن. فيما يخص المسيرة كذلك جات التعبيرية واللي تبين بأن هذا الكلام ديال بان كي مون غير مسؤول وغير مرقوب فيه. نحن هذا الأمين العام غير راغبين فيه، وقلنا للداخلية ديالنا ولا وزارة الخارجية باش يقاطعوا الأمين العام والمتحدة حتى يتغير هذا الأمين العام. يوم تاريخي اليوم، مسيرة تاريخية، هي مسيرة للأمام ومسيرة تعبير ردا على تصريحات بان كي مون. لا نحتاج لبان كي مون ولا نحتاج لتصريحاته، فنحن شعب واحد من طنجة إلى القويرة، جئنا إلى العاصمة لتعبير على أننا لا نرجع أبدا إلى الوراء بل إلى الأمام. والصحراء ليست مساومة، والصحراء ليست موضوع مساومة، إنها صحراء مغربية، والشعب مغربي من طنجة إلى القويرة، وعيش الملك والصحراء مغربية. أكبر رسالة توجه للمنتظم الدولي اليوم من طرف ساكنة جهة داخل وادي الذهب بكل قواها الحية، جاءت إلى العاصمة لتقول للمنتظم الدولي إن بان كي مون أخطأ اليوم، أخطأ في حق المغرب، الدولة السيادية التي دافعت إلى طيلة عقود وعقود ومن خلال كفاح أجدادنا من أجل استقلال وتحرير مجموعة من الشعوب. تحية لأبناء الصحراء المغربية، تحية لأبناء شعبنا من طنجة إلى القويرة، تحية لكل الذين هبوا اليوم عن بكرة أبيهم من أجل إعلان هذه المشاعر، من أجل الوحدة والتعبية، من أجل الوحدة الترابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله. هذه مسيرة بالعاصمة الرباط، سكان الداخلة جاءت عن بكرة أبيها، ساكنة جميع قبائلها جات بالفين ديال السكان، ممثلين ديال الجماعات المحلية والجهة والجماعات القروية والمجالس الإقليمية، جات والجمعيات والشيوخ تحديد الهوية والبرلمان، وممثلين أقاليم الجنوبية مدينة الداخلة. وهذا نهار بيع، وجايين نبايعوا لسيدنا فجهة وادي الذهب على 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 هذا الشيء اللي قال بان كي مون. احنا رافضينه في اقوينيت، ورافضينه في تشلا، ورافضينه في القويره، ورافضينه في قليبات الفوله، ورافضينه في الداخله، وعاش الملك. نحن جئنا من جهه وادي الذهب القويره الى الرباط لنشارك في هذه المسيره المليونيه، لنندد بما قام به الامين العام للامم المتحده السيد بان كي مون من تصريحات اخيره وزيارة إلى الأراضي المغربية التي في خلف الجدار، وصرح تصريحات لا تليق بمكانة السيد أمين العام، وعبر عن انحيازه التام للطرف الآخر. لهذا نندد
بما قام به السيد الأمين العام، وأن نطالبه أن يعود إلى رشده وأن يلتزم الحياد، فأن الصحراء كما كانت مغربية، وأن ما جاء به صاحب الجلالة محمد السادس كان هو السقف الأخير الذي يمكن أن يمنح، وهو الحكم الذاتي الذي نطالبه به نحن كساكنة أقاليم الجنوبية لتسيير أنفسنا بأنفسنا. نندد ونستنكر ما صرح به الأمين العام مؤخرا، ونقول له أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية. نحن شعب نبي، شعب كريم لا يقبل بمساس من وحدته الترابية ولا من سيادته الوطنية. فإذا نحن كشيوخ قبائل صحراوية، أحد شيوخ قبائل صحراوية، ويهمنا الأمر أكثر من غيرنا، لكن الأمر يهم كافة المغاربة، ولكن نحن بصفة خاصة نستنكر ما قاله الأمين العام، ونقول له أننا جنود مجندين وراء جلالة الملك، ومستعدين أكثر من أي وقت مضى على أننا سنبقى جنود مجندين وراء جلالة الملك. وعاش المغرب من طنجة إلى القويرة.